السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى نشره اخباريه مفصله تاتيكم من 218. نبداها بالعناوين. الدول السبع تجدد دعمها للرئاسي وتدعو لجيش موحد. السراج: اوروبا خذلتنا ووعودها بالدعم جوفاء. وتخويل رئاسة البرلمان بتشكيل اللجنة الجديدة للحوار. أهلا إلى التفاصيل. أعلن وزراء خارجية الدول السبع الكبرى التأكيد مجددا على دعمهم للمجلس الرئاسي، مؤكدين على أهمية وجود قوات ليبية مسلحة موحدة تحت الإشراف المدني وعلى تكاثف الجهود في الحرب على الإرهاب. وجدد بيانهم الختامي الالتزام بالحفاظ على سيادة ليبيا وسلامتها ووحدتها ودعم الاتفاق السياسي بوصفه الإطار الوحيد الذي يمكن من خلاله إيجاد الحلول السياسية، مبدين المعارضة الحازمة لأي محاولة لعرقلة عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا. وناشد بيان مجموعة السبع في أعقاب الاجتماع الوزاري بمدينة لوكا في مقاطعة توسكارا الإيطالية، ناشدوا جميع الجهات الفاعلة التي لديها دور تؤدي، بما في ذلك الذين لا يزالون خارج الاتفاق السياسي، العمل بروح التوافق من أجل تحقيق المصالحة السياسية الكاملة، مع الحرص على الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الانقسام الداخلي وتغذية الصراع. جدد سفراء الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وأمريكا المعتمدين لدى ليبيا دعمهم لتطبيق الاتفاق السياسي، معربين في بيان مشترك لهم عن قلقهم العميق إزاء مخاطر الإرهاب المحدقة بليبيا. وأكد السفراء في بيانهم الصادر على ضوء أعمال العنف الأخيرة بما فيها ما شهده محيط قاعدة تمنهانت من أحداث، على ضرورة التفرقة بين الأعمال التي يتم تنفيذها ضد التهديدات الإرهابية وبين تلك التي قد تقود إلى المزيد من التدهور، مطالبين بوقف كامل لأعمال التصعيد التي تشهدها أنحاء مختلفة من الأراضي الليبية. في مقابلة مع صحيفة بيلد البريطانية، صرح رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بأن الاتحاد الأوروبي لم يفي بوعوده في مساعدة ليبيا بتصديها للتهريب المكثف للمهاجرين من سواحلها. وحول المباحثات التي تجري مع الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدة المادية لخفر السواحل الليبيين، قال السراج: للأسف أوروبا لم تساعدنا واكتفت بوعود جوفاء. وأضاف أن الرئاسية بحاجة ملحة للمزيد من المساعدة الفنية لحماية السواحل الليبية ومراقبتها، محذرا في ذات التصريح أنه إذا لم يتغير الحال فإن النتيجة ستفضي إلى المزيد من المهربين والمزيد من المهاجرين على حد وصفه. ذكر نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيق أنه لم تصل لليبيا حتى الآن أي مبادرة ذات أهداف وأجندة محددة من دول الجوار، وأن ما يتم الحديث عنه هو تحديد لقاءات مرتقبة في محاولة لحل الأزمة الليبية. وقال معتيق أنه لا يمكن القبول بأن تكون المؤسسة العسكرية فوق المؤسسة السياسية للدولة، كاشفا عن لقاءات جمعته بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس أركان القوات المصرية الفريق محمد حجازي ووزير الخارجية المصري سامح شكري، تمت فيها مناقشة الأفكار التي تساهم في إنهاء الانقسام السياسي الحالي والدور المصري في المرحلة المقبلة. بحث وزير الداخلية المسمى بحكومة الوفاق العارف الخوجة مع وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار المستجدات الأمنية في المنطقة، لا سيما بعد تفجيري مصر الأخيرين. وطالب الخوجة من مصر بمزيد من الدعم الأمني لمواجهة ما تفرضه المرحلة الراهنة من تحديات ومخاطر على البلدين، مبديا رغبته في الاستفادة من خبرات وزارة الداخلية المصرية في مجال تدريب كوادر الأمن الليبية ورفع كفاءتهم، يتسنى لهم الاطلاع بالمهام الأمنية المتزايدة. كما أشار إلى ضرورة مواصلة التفاعل بين وزارتي الداخلية المصرية والليبية، خاصة في مجال تبادل المعلومات المتصلة بتحركات العناصر الإرهابية
بهدف إحباط مخططاتهم الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في البلدين. أحاط وزير الخارجية التونسي خميس الجهناوي نظيره الإسباني ألفونسو داستيس بتطورات إنجاز المبادرة التونسية حول الوضع في ليبيا والمساعي المبذولة من قبل تونس والجزائر ومصر لإيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا. وعبر الوزير الإسباني في هذا السياق عن دعم بلاده للمبادرة التونسية للحل السياسي في ليبيا، معتبرا أن استقرار الأوضاع يصب في مصلحة كافة دول المنطقة. قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن جلسة البرلمان بالأمس تناولت قانون الدين العام للدولة، حيث تقرر تشكيل لجنة برئاسة عضو المجلس عبد السلام نصية للتواصل مع المصرف وهيئة الرقابة الإدارية ووضع القانون في الصيغة النهائية وتقديمه للمجلس في جلسة الأسبوع المقبل. وتابع بليحق أن الجلسة ناقشت إعادة تشكيل لجنة الحوار والضوابط التي من المفترض اتباعها في تشكيل اللجنة، حيث انتهى المجلس إلى تخويل هيئة الرئاسة بتشكيل اللجنة الجديدة الممثلة لمجلس النواب في الحوار. جلسة اليوم تم تناول فيها موضوع قانون الدين العام للدولة الليبية، وعقب تداول حول هذا الموضوع تم تشكيل لجنة من قبل المجلس برئاسة الدكتور عبد السلام نصية وبعضوية رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب وعضوية عدد من أعضاء اللجنة المالية بالمجلس. مهمة هذه اللجنة بإذن الله مراجعة قانون الدين العام وأيضا التواصل مع المصرف المركزي و ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية من أجل الوصول به للصيغة النهائية وتقديمه للمجلس في جلسة الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. كما ناقش مجلس النواب في جلسة اليوم موضوع إعادة تشكيل لجنة الحوار والأسس والضوابط التي من المفترض اتباعها في تشكيل اللجنة وأيضا ضوابط عمل اللجنة، وخلص المجلس في جلسة اليوم إلى تخويل هيئة الرئاسة بتشكيل لجنة الحوار الجديدة الممثلة لمجلس النواب وعدد من الضوابط، منها تقديم تقارير مكتوبة لمجلس النواب من قبل لجنة الحوار الجديدة عقب كل جلسة حوار لسادة أعضاء المجلس. أيضا تم تحديد فترة عمل لجنة الحوار بأربعة أشهر، ثم يتم تجديد لأعضاء اللجنة إما باختيار أعضاء آخرون أو استمرار نفس الأعضاء. وأيضا من ضمن الشروط عدم ترشح أي عضو من أعضاء اللجنة لأي منصب ينتج عن الحوار أو تقلد أي مناصب أو ترشيح أسماء لأي مناصب في الدولة الليبية إلا بالرجوع لمجلس النواب الليبي. يعني هذا إجمالا كل ما دار في جلسة اليوم. نعم، وحول جلسة مجلس النواب ينضم إلينا عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب. سيد عبد الله، بداية أرحب بك معنا في النشرة، لو حدثتنا أكثر يعني عن النقاط التي تناولتها جلسة مجلس النواب وما هي الآلية التي وضعت لتنفيذها. نعم، مساء الخير لك ولكل السادة مشاهدي قناة 218. جلسة يوم الأمس كانت برئاسة معالي النائب الثاني رئيس مجلس النواب وبحضور 73 نائب. تناولت الجلسة بداية قانون الدين العام الخاص بالدولة الليبية وميزانية الدولة. نعلم بأن الصرف يتم خلال قانون الدين العام، كان هنالك مناقشة وتداول في هذه النقطة تحديدا، وبعد استفاضة في النقاش والتداول حول موضوع قانون الدين العام المفترض أن ينجزه مجلس النواب، خرج المجلس بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور عبد السلام نصية وبعضوية رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب وبعضوية عدد من أعضاء اللجنة المالية. هذه اللجنة مكلفة أن تنجز الملاحظات والتعديلات الخاصة بقانون الدين العام على أن تنتهي من أعمالها وتقدم قانون الدين العام في صيغة نهائية للاعتماد لمجلس النواب في الأسبوع، في جلسة الأسبوع المقبل بإذن الله. كذلك تم مناقشة موضوع لجنة الحوار
وآليات اختيار هذه اللجنة، وكذلك الضوابط التي من المفترض أن توضع للجنة الحوار للعمل من خلالها خلال جولات الحوار القادمة. فخرج المجلس في هذا الصدد بتخويل هيئة رئاسة مجلس النواب باختيار لجنة الحوار الجديدة وتسمية أعضائها. وأيضا كان هنالك مجموعة من الضوابط التي وضعها المجلس التي سوف يصدر بها قرار من رئاسة مجلس النواب، جملة من الضوابط التي سوف تعمل بها لجنة الحوار الجديدة. نذكر منها تحديد فترة عمل اللجنة بأربعة أشهر، يمكن أن يتم تجديد عمل اللجنة بذات الأعضاء، أو إذا رأى المجلس غير ذلك تكلف لجنة جديدة، بالإضافة لضرورة أن تقدم لجنة الحوار الجديدة تقريرا مكتوبا لمجلس النواب يعمم على السادة الأعضاء كل جولة حوار. أيضا عدم ترتيب أي التزام على مجلس النواب أو اتخاذ قرار دون الرجوع لمجلس النواب بالخصوص، وأيضا عدم ترشح أي من أعضاء اللجنة التي سوف تختار لأي منصب في الدولة ينتج عن الحوار، أو ترشيح أي أسماء دون الرجوع لمجلس النواب. يعني هذه أبرز النقاط الخاصة بالضوابط التي سوف يصدر بها قرار للجنة الحوار الجديدة، بالإضافة لتخويل رئاسة مجلس النواب باختيار لجنة الحوار الجديدة بإذن الله. هذا كل يعني ما ورد في جلسة الثلاثاء. نعم سيد عبد الله، يعني الآن أفهم منك يعني أنه لم يتم حتى الآن اختيار أسماء معينين للجنة الحوار. نعم، سوف الآن تم تخويل، خول المجلس في جلسته رئاسة مجلس النواب المتمثلة في فخامة رئيس مجلس النواب والمعالي النائب الأول ومعالي النائب الثاني باختيار هذه اللجنة. نعم. الآن هيئة الرئاسة هي من تسمي أعضاء لجنة الحوار الجديدة وتكلفهم للبدء في أعمالهم كلجنة حوار ممثلة لمجلس النواب. نعم، يعني لم يحدد عددهم بعد. نعم لم يحدد، وسوف يصدر قرار من هيئة الرئاسة في لجنة الحوار الجديدة خلال يعني الأيام القادمة بإذن الله تعالى. نعم، أتحدث معك هنا يعني بشأن نقطة أخرى، هي نقطة المحافظ الجديد للمركزي. يعني ما الآلية التي سيتم الاختيار بها؟ يعني ستكون بنظام انتخاب أم ماذا؟ نعم، يعني حتى الآن يعني لم تصلنا معلومة أو لم تحدد الآلية التي سوف يتم الاختيار بها اللجنة أو عفوا المحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي، ولكن المجلس كلف لجنة معنية باستلام ملفات من من لديهم الخبرة في المجال المصرفي، شريطة أن يقدم كل مرشح مع السيرة الذاتية الخاصة به يقدم برنامج لحل الأزمة الخانقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، يكون مصاحبا للسرية الذاتية، يقدم برنامج عمل للخروج من الأزمة الحالية. على أن يتم عرض هذه العرض على مجلس النواب في جلسة 24 أبريل الجاري، بعد أن يتم تنقيحها واستلامها من اللجنة المخولة، ومن ثم بعد يوم 24 يتم عرض البرامج وعرض المرشحين، ويوم 25 من المفترض أن يكون هنالك اختيار ل محافظ جديد. نعم السيد عبد الله بليحك المتحدث باسم مجلس النواب كنت معنا على الهاتف، أشكرك جزيل الشكر. أكد مصدر مسؤول في مصلحة الأحوال المدنية بطرابلس اختطاف خالد بيباس المسؤول الأول عن منظومة المصلحة من قبل مجموعة مسلحة واقتياده إلى مكان مجهول. يشار إلى أن مجهولين مسلحين اغتالوا مدير مصلحة الأحوال المدنية بطرابلس الصديق النحايسي في منتصف أكتوبر من العام الماضي بعد تعرضه لإطلاق رصاص على يد مسلحين في مكتبه بالمصلحة في طرابلس. كما تعرض المهندسين عبد السلام الخويلدي وسامي البسكري من المصلحة للخطف في سبتمبر الماضي أثناء أداء عملهما بمنطقة سوق الجمعة في مدينة طرابلس، وأعلنت المصلحة على إثر هذه العمليات الإرهابية عن تعليق العمل بكافة إداراتها وفروعها ومكاتبها وإيقاف الخدمة في جميع أنحاء البلاد إلى حين إيقاف عمليات الخطف والقتل ضد موظفيها.
بعد أسبوع شهد ارتفاعا غير مسبوق لأسعار الدولار وانخفاضا لقيمة الدينار الليبي في السوق الموازية، دان موظفو مصرف ليبيا المركزي الاعتداء الذي استهدف منزل محافظ المصرف، مؤكدين في بيان صدر عنهم يوم أمس أن الاعتداء هو جزء من حملة ممنهجة تسعى لإسقاط المصرف ضمن خطة هدفها تخريب مؤسسات الدولة. وأكد الموظفون في بيانهم إصرارهم على حماية المصرف كمؤسسة وطنية حيوية، معبرين عن استهجانهم لما وصفوه بالصمت المريب لشخوص السلطة، ومطالبين السلطات المكلفة بإنقاذ القانون باتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة ضد مقترفي الاعتداء والمحرضين عليه. أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها عدم استعمال أي طائرات عسكرية لمهبط حقل الفيل في الحرب الدائرة هذه الأيام بمنطقة الجنوب. وأشارت المؤسسة إلى أن حرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق قام بتعطيل إنتاج حقل الفيل منذ ديسمبر من العام الماضي، وأن خسائر الدولة الليبية المباشرة نتيجة ذلك قد تجاوزت 460 مليون دولار. كما أوضحت الوطنية للنفط أن جميع المنشآت النفطية وخصوصا الواقعة شرق البلاد لا يتم استخدامها كقواعد عسكرية، وأن مهبط راس لانوف تحديدا يقع على الطريق الساحلي في راس لانوف ولا يتبع المؤسسة الوطنية للنفط، ويقع خارج حدود ملكيتها ولا تقوم باستخدامه، وليست مسؤولة عن إدارته ولا تقدم له أي خدمات كالمياه والكهرباء والإطفاء والسلامة، ويتم استخدامه تاريخيا من قبل القوات المسلحة بشكل حصري. في إطار متابعة أوضاع الشركات الخدمية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، عقد رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله اجتماعا مع علي الشفر رئيس لجنة إدارة الشركة الوطنية للحفر وصيانة الأبار المكلف ولجنة إدارة الشركة. الاجتماع ناقش المشاكل والتحديات التي تواجهها الشركة وخصوصا الظروف المالية الصعبة والتي انعكست سلبا على الشركة والعاملين بها. يشار إلى أن أعمال الحفر تتوقف بشكل متكرر منذ عام 2014 في مختلف الشركات المشغلة بسبب عدم توفر ميزانيات للاستكشاف وزيادة الاحتياطي منذ ذلك الحين. وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط مرارا وتكرارا من هذا الأمر، لأنه بهذا الشكل لا يتم تعويض الاحتياطي النفطي للبلاد عن الكميات المنتجة. أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن استمرار قفل خط صمام الغاز الرئيس المغذي لمحطة كهرباء الرويس تسبب في توقف المحطة بالكامل. وأوضح مدير مكتب الإعلام بالشركة وسام بن شعبان أن إمدادات الغاز الطبيعي المغذي لمحطة توليد جبل نفوسة الرويس قد توقفت بشكل تام، ما أدى إلى توقف المحطة وفقد ما قيمته 700 ميجاوات. وعليه فإنها ستلجأ إلى طرح الأحمال يدويا للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة العامة. وأهابت الشركة العامة للكهرباء بالجهات المعنية ذات العلاقة كافة التدخل العاجل لإنهاء مشكلة قفل أنبوب إمدادات الغاز الطبيعي، لأنها غير مسؤولة عما يترتب على هذه الأفعال من انقطاع للتيار الكهربائي على مناطق واسعة من ليبيا. أعلن مدير الإدارة العامة لأمن السواحل رئيس غرفة العمليات الليبية الإيطالية المشتركة العقيد طارق شنبور مغادرة طاقم الزورق 109 لإيطاليا لتلقي دورة تدريبية على الزورق في الجانب النظري لمدة شهر. وأفاد شنبور أن عملية التهريب تأتي تنفيذا لبنود مذكرة التفاهم الليبية الإيطالية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحا بأن الدورة ستعقبها دورة أخرى في الجانب العملي لمدة شهر آخر للتدريب على قيادة الزورق الموجود حاليا تحت الصيانة في ميناء بنزرت التونسي، والذي يتميز بالسرعة في مكافحة الهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة.
أفاد مصدر أمني تونسي بأن حوالي 300 إرهابي من ولاية المهدية متواجدون في ليبيا ويخططون للعودة إلى تونس. ووفقا لذات المصدر فإن من بين هؤلاء القيادي في تنظيم داعش محمد الزوالي الذي خطط لتفجير في ولاية المنستير وتمكن سنة 2014 من الفرار من الوحدات الأمنية ليظهر في فيديو مسجل من داخل ليبيا. وكانت صحيفة الشروق قد نشرت معلومات توفرت لدى الأجهزة المعنية تؤكد أن حوالي 27 إرهابيا دخلوا تونس وتم الكشف عن عمليات تسللهم مطلع الشهر الحالي. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. الجيش الوطني يستلم منفذ مساعد البري. الدول السبع تجدد دعمها للرئاسي وتدعو لجيش موحد. السراج: أوروبا خذلتنا ووعودها بالدعم جوفاء. وتقويل رئاسة البرلمان بتشكيل اللجنة الجديدة للحوار. من جديد أهلا بكم. تسلم الجيش منفذ مساعد البري تمهيدا لتولي مهام إدارته وسط أجواء مكللة بالوفاق والاتفاق. إلى التقرير. جيش ليبيا وشرطتها في خندق واحد، فتعاون المؤسستين على أشده والتنسيق بينهما لا ينقطع لغاية واحدة ملخصها حماية البلاد والعباد. أرتال من الجنود والعساكر يتزعمهم آمر المنطقة الشرقية زاروا منطقة منفذ مساعد البري إنفاذا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة الليبية القاضية باستلام المنفذ وتولي مهام إدارته. سمعناها هنا في المنفذ الجديد في مساعد تنفيذا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة باستلام هذا المنفذ وإدارته من القوات المسلحة بالتعاون مع جميع الأجهزة، مديرية أمن المنفذ، مصلحة الجمارك، الجوازات، كل الأجهزة ذات العلاقة. قرار ضم إدارة المنافذ تحت لواء القوات المسلحة الليبية صدر، أما العمل على تنفيذه فجار وسط أجواء ترحاب يكللها الاتفاق والوفاق. نرحب بهذا القرار لأن لا استغناء على القوات المسلحة في الظروف الراهنة، ونحن بإذن الله تعالى حنكون على تعاون مستمر ونبذل ما في وجودنا لإنجاح وتفعيل منفذ مساعد البري بالصورة الصحيحة. وأن وزارة الداخلية والقوات المسلحة في خندق واحد. زيارة تخللها أيضا اجتماع وقف خلاله الجيش على مشاكل المنفذ وطواقمه، فيما كل المساعي والجهود موحدة دعما لتفعيل العمل على المنفذ في أقرب وقت ممكن. الحكماء، أهل المنطقة، كل الناس واقفة جادة من أجل فتح هذا المنفذ، وبإذن الله تعالى سيكون ذلك في القريب العاجل. كتف بكتف ويد بيد هم أفراد الجيش والشرطة، فهنا لا مكان للخلافات أو النعرات، وهنا تذوب المصالح وتتلاشى المنافع لصالح أمن الوطن والمواطن. قام الناطق باسم الجيش الوطني العقيد أحمد المسماري بزيارة إلى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي، ودعا من خلال هذا العاملين إلى استئناف عملهم ودعوة الشركات إلى تعمير الأجزاء المتضررة من المدينة. من المعركة ضد الإرهاب إلى معركة البناء والإعمار، أتت هذه الزيارة التي قام بها الناطق باسم الجيش الوطني العقيد أحمد المسماري لغرفة التجارة والصناعة والزراعة ببنغازي لتشجيعهم على مواصلة العمل والبناء والمطالبة باستدعاء الشركات وتقديم المقترحات والبدء في البناء. الأيام الماضية الملتقى لرجال الأعمال، وهذا يأتي في إطار إعادة إعمار بنغازي. وحقيقة فكرة أن بنغازي لا تحتاج إلى إعادة إعمار كبيرة جدا. بنغازي نسبة التدمير تقريبا فيها أقل من 10%،
ليست مثل الرمادي 80% تدمير شامل و20% تدمير جزئي، ليست مثل سرت التي اعترفت الان، الامريكان اعترفوا الان ان تم تدميرها بدون مبرر، مثل ليست مثل الموصل التي في قصفه واحده قتلوا اكثر من 2500 مدني. ترحاب كبير من موظفي الغرفة للمسماري، وهم الذين استمدوا قوتهم من الجيش الوطني الذي قضى على الإرهاب في المدينة وفتح لهم باب العمل من جديد وإقامة الملتقيات واستدعاء الشركات. نحن نستمد قوتنا كغرفة تجارية وقطاع خاص من قوة قوات المسلحة وانتصاراتها على الأرض. نحن الآن بعد انتصارات القوات المسلحة بدأ أن هناك مصانع كانت متوقفة، بدأت عجلة الإنتاج تسير فيها. الآن القطاع المصرفي يعمل بالكامل بكل قوته. نحن قمنا عدة ملتقيات بعد انتصارات القوات المسلحة، هذه المكاسب نحن حققناها على الأرض. معركة البناء تبدأ في بنغازي بعد انتهاء المعركة ضد الإرهاب، وليس أمام المدينة الآن سوى النهوض والتقدم. كلمات شد بها الناطق باسم الجيش الوطني على أيدي الموظفين بغرفة التجارة. بنغازي الآن، نحن وسط بنغازي، بنغازي آمنة، كل ما تحتاج بنغازي هي صيانات وليس إعادة إعمار، ولكن هناك نهضة أو مرحلة نهضوية حققتها مدينة بنغازي على مستوى ليبيا، وهذا ما نسعى له اليوم. في ختام الزيارة قدمت الدروع من قبل العاملين بالغرفة إلى قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر والناطق باسم الجيش العقيد أحمد المسماري، وسط آمال كبيرة في أن تعود ليبيا آمنة مطمئنة، لا إرهاب فيها ولا قتال. في غات جمهر السكان احتجاجا على إلغاء الخطوط الجوية الليبية واحدة من رحلتين أسبوعيتين تسيرهما إلى طرابلس. المزيد في التقرير التالي. مطار غات وجهة يقصدها كل السكان الراغبين بالسفر إلى طرابلس لغايات أبرزها العلاج أو قضاء العطل. رحلة خطوط الجوية الليبية طرابلس غات هي شريان الحياة بالنسبة لمدينة غات، إن الناس كلها بسبب عدم وجود أطقم طبية، إن الناس تمشي تتعالج في مدينة طرابلس، وإن الأطقم الطبية اللي تجي زايرة لمدينة غات تجي عن طريق الطيارة، والسيولة حتى هي تجي عن طريق الطيارة. الخطوط الجوية الليبية وبالرغم من الازدحام الذي تشهده رحلاتها في غات، ألغت رحلة جوية من أصل اثنتين تحلق فيهما طائراتها أسبوعيا من غات إلى طرابلس، وهو ما أثار حفيظة السكان. أكثر مفروض، لكن مع الظروف اللي صارت في البلاد مش مشكلة، يرجعوا لنا رحلة ثانية تصبح رحلتين، وبعدين في برنامج بتاع التذاكر هذا. أروا الفلوس ما فيش، ناس ما عندها فلوس، ناس مرضى، ناس تعبانة وبعيلة، لازم تديروا لنا حل على أساس أن أي شخص يبي يسافر عن طريق شركة خطوط جوية لازم يمشي يحول تحويل للمكتب بتاع غات. وقفة احتجاجية نظمتها مؤسسات المجتمع المدني وشارك فيها جمع من أهل غات وسكانها على أمل أن يصل صوتهم لشركة الخطوط الجوية الليبية. منظمات المجتمع المدني غات قامت بوقفة احتجاجية من أجل مطالبة بعودة طائرة يوم الأربعاء التي التغت، ومعروف احنا في غات يعني كل شيء طائرة، يعني الطريق مش مؤمنة وعندنا عجزة وعندنا ناس تبي تسافر. معاناة تتعدد أوجهها يعيشها أهل غات الذين يترقبون أن تعيد الخطوط الجوية الليبية النظر في قرار إلغاء واحدة من رحلتين أسبوعيا إلى طرابلس رأفة بحالهم. وصلت سيارات إسعاف مجهزة وأخرى لنقل الجثامين إلى الواحات مقدمة من إدارة جهاز الإسعاف والطوارئ بطرابلس عبر جسر جوي من معتيقة إلى الكفرة، ثم نقلت برا حتى استلمها فرع الجهاز بالمدينة. نتابع. هذه السيارات المجهزة للحالات الحرجة إضافة لأخرى لنقل الجثامين قدمتها إدارة جهاز الإسعاف والطوارئ بطرابلس إلى فرع الجهاز بالواحات عبر جسر جوي من مطار معتيقة حتى الكفرة، ومن ثم نقلت إلى الواحات برا. مفتقرين لها جدا السيارة، بالنسبة لسيارة العناية المركزة بالنسبة للجالو لا يوجد فيها سيارة إسعاف بالنسبة للعناية المركزة، كل سيارات عادية النقل. الجثمان ماشي ياهو، عندنا ممكن سيارة جثمان، ولكن احنا حبذا انها جت سيارة اسعاف ثانية افضل نلقوا فيها مرضى افضل من سيارة جثمان.
طريق طويل سارت من خلاله هذه السيارات لفرع يعاني قلة في الإمكانيات والتجهيزات للسيارات الموجودة لديهم، والتي يقتصر دورها على نقل الحالات فقط دون وجود عناية فائقة بداخلها. نحن فرع المفروض نركزه بس في الملاحظة هذه، الفرع المفروض يعدوا له 4 سيارات 5، لأن نحن ننقله ونجاله أوجل أشخرة، أحيانا من تزربوا في حالات تصل هنا والسيارات تتعثر في الوصول قدام، الحقول النفطية، الضواحي، من كل ان احنا ننقلوا لهم باعتبار ان المستشفى المركزي في جالو، ننقلوا من جالو. هذه الملاحظه اللي لازم يركزوا عليها. يغطي الفرع مستشفى جالو العام وينقل المصابين والحالات المرضيه من مدن جالو واوجله وشخره والحقول النفطيه المجاوره الى مدن الساحل. على هذه السيارات ستساعده في القيام بدوره، وهم ينتظرون ان تفتح هذه الخطوه افقا اكبر تجاه قطاع الصحه. تابعونا في نشرتنا ولكن بعد الفاصل. لقاء أمريكي وروسي في موسكو اليوم. الدول السبع تجدد دعمها للرئاسي وتدعو لجيش موحد. السراج: أوروبا خذلتنا ووعودها بالدعم جوفاء. تخويل رئاسة البرلمان بتشكيل اللجنة الجديدة للحوار. من جديد أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نبدأ جولتنا العربية والدولية من متابعة آخر التطورات الأزمة السورية، حيث يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت اليوم على مشروع قرار يطلب من الحكومة السورية التعاون مع تحقيق دولي في الهجوم الكيميائي المتهم بشنه الأسبوع الماضي على بلدة خان شيخون، وتدفع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق مشدد، مطالبة سوريا بتوفير بيانات حول عملياتها العسكرية. لكن المشروع المقترح كان سيواجه احتمال ممارسة روسيا حق الفيتو، وناقش مجلس الأمن الأسبوع الماضي 3 مشاريع نصوص منفصلة، لكنه فشل في التوافق والمضي قدما ولم يجري طرح أي منها على التصويت. اجتماع مجلس الأمن يأتي بالتزامن مع بيان جديد أعربت فيه الأمم المتحدة عن شعورها بالقلق العميق إزاء تدهور الحالة الأمنية والإنسانية لحوالي 400,000 شخص يقبعون تحت الحصار جراء المعارك في الغوطة الشرقية بريف دمشق. المتحدث الرسمي باسم المنطقة الدولية ستيفان دوجاريك قال إن القتال حال دون تمكن الشاحنات التجارية من دخول الغوطة الشرقية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وإغلاق العديد من المخابز بسبب نقص الدقيق وارتفاع أسعار الوقود والغاز. وشدد دوجاريك على ضرورة أن يكفل لمنظمات الإغاثة إمكانية الوصول الإنساني إلى المنطقة قبل أن تزداد الأوضاع تدهورا بحسب ما ورد في رويترز. ميدانيا، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن تمكنها من السيطرة على مفرق مدينة الطبقة على أوتوستراد دمشق الرقة بشكل كامل. وقال قائد عسكري في قوات سوريا الديمقراطية لوكالة الأنباء الألمانية إن القوات حررت نحو 400 مدني من أهالي قرية عايد الكبير المحاذية للطبقة بعد إفشال هجوم عناصر تنظيم داعش على القرية، حيث تم نقلهم إلى مخيم قرب قرية الصفصاف شرقية الطبقة التي يعاني أهلها من أزمة إنسانية جراء نقص الأغذية والإمدادات بحسب الحصار الذي يفرضه عليهم تنظيم داعش. التوتر في العلاقات الروسية الأمريكية بعد ضربة الصاروخية الأمريكية على مطار الشعيرات السوري هو البند الرئيس على طاولة اللقاء الأول بين وزيري خارجية أمريكا ريكس تيلرسون ونظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو اليوم الأربعاء.
حيث أكد وزير الخارجية الروسي في افتتاح الاجتماع على أهمية منع تكرار الضربات على سوريا في المستقبل، وكذلك على أهمية إيضاح آفاق التعاون مع واشنطن لمراعاة المصالح المتبادلة. أما تيلرسون الذي وصل أمس إلى موسكو في أول زيارة رسمية له بعد تولي المنصب، فقد عبر عن أمله في أن يساعد هذا الاجتماع في دفع العلاقات بين البلدين في الاتجاه الإيجابي، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي في مرحلة هامة ومن الضروري توضيح الاختلافات بين واشنطن وموسكو لتقليصها وتعزيز الحوار. فيما نقلت رويترز عن مسؤول في العاصمة الروسية أن الوزيرين سيبحثان أيضا فرض مناطق حظر للطيران فوق سوريا. أما في واشنطن فقد وصف رئيس دونالد ترامب نظيره السوري بشار الأسد بالحيوان والشرير في معرض حديثه عن الأوضاع السورية والفظائع التي يعاني منها المدنيون. ترامب وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية وصف دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره السوري بالأمر السيء جدا لروسيا وللبشرية والعالم، مضيفا أن إلقاء الغاز أو البراميل الضخمة المحشوة بالديناميت مباشرة وسط مجموعة من الناس لتترك الأطفال بلا أطراف أو وجوه، وهذا تصرف لا يقدم عليه سوى حيوان على حد تعبيره. إلى العراق التي أعلن فيها مسؤول عسكري كبير أن تنظيم داعش لم يعد يسيطر إلا على نحو 7% من مساحة العراق بعد أن استولى على 40% من البلاد خلال عام 2014. ونقلت رويترز عن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية العميد يحيى رسول قوله إن الساحل الأيمن لمدينة الموصل أصبح ساقطا عسكريا بعد أن تمكنت القوات العراقية من تحرير غالبية أحيائه وتطويق المسلحين من جميع الجهات. رسول نفى وجود أي بطء في تقدم القطاعات العسكرية العراقية، لافتا أن تقدمها يسير بدقة وحذر شديدين لتجنب وقوع ضحايا مدنيين، خاصة أنها تتقدم في شوارع ضيقة ومكتظة بالسكان. وعن تأخر السيطرة على مركز مدينة تل عفر غرب الموصل، أوضح المسؤول العراقي أن الخطط العسكرية الخاصة بمعركة تل عفر جاهزة وفي انتظار أوامر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لاقتحامه. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نفى مشاركة أي قوات برية أمريكية في المعارك الدائرة في بلاده، وأكد العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي عدم وجود أي قواعد للطيران تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد داعش في العراق. نفي العبادي يتطابق مع نفي مماثل للبيت الأبيض أن يكون تصريح للرئيس دونالد ترامب حول أداء الولايات المتحدة في العراق يحمل أي إشارة لمشاركة قوات برية أمريكية في مهام قتالية في هذا البلد. يشار إلى أن واشنطن نشرت نحو 6000 من عسكرييها في العراق، وهو أعلى من السقف المسموح به والذي حدده البنتاغون، لأن من يؤدون مهمات مؤقتة لا يدخلون ضمن السقف المحدد. ومن العراق إلى جارتها إيران، حيث أعلن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد اليوم رسميا عن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وذلك من خلال حضوره لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية. نجاد هو أستاذ جامعي وسياسي إيراني أصبح عمدة لبلدية طهران ثم رئيسا لجمهورية إيران الإسلامية، وهو الرئيس السادس للجمهورية الإيرانية. تولى مهام رئاسة الجمهورية منذ 2005 بعد تغلبه على منافسه هاشمي رفسنجاني في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، وأعيد انتخابه لولاية ثانية على حساب منافسه مير حسين موسوي، وظل رئيسا حتى 2013. في بكين حذرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية واسعة التأثير، حذرت كوريا الشمالية من تنفيذ أي خطط للقيام بأنشطة نووية وصاروخية من أجل أمنها، قائلة إن الولايات المتحدة لا تعتزم التعايش مع امتلاك بيونغ يانغ لأسلحة نووية، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد للوفاء بوعوده.
وقالت الصحيفة التي تديرها الدولة إن شبه الجزيرة الكورية لن تكون قريبة على هذا النحو من اشتباك عسكري منذ أجرت أولى تجاربها النووية في 2006، مضيفة بأن واشنطن لا تملأها الثقة والغرور فحسب عقب الضربات الصاروخية على سوريا، لكن ترامب مستعد للوفاء بوعوده وعلى بيونغ يانغ أن تتجنب ارتكاب أخطاء جديدة. التحذير الذي أطلقته الصحيفة جاء بالتزامن مع إعلان التلفزيون الصيني الرسمي أن الرئيس تشي جين يانغ بحث في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب تطورات الأزمة الكورية الشمالية، وشدد تشي على ضرورة حل التوتر في شبه الجزيرة الكورية بالطرق السلمية، ويأتي الاتصال الهاتفي بعد أسبوع من لقاء ترامب وتشي في قمة بفلوريدا. الآن جولة على أخبار الرياضة تصحبكم فيها زميلتي أزاد عبد الباسط، تفضلي أزاد. شكرا لك محمد. أهلا بكم، نبدأ جولتنا الرياضية محليا. وقبل أسبوع من احتفاله بالذكرى 70 لتأسيسه، يلتقي فريق الأهلي بنغازي بعد قليل على ملعب شهداء بنينة ضيفه من درنا فريق الإفريقي في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد. المباراة تعتبر الثالثة لنادي المشوار الطويل بعد فوزه على فريق غريونس واللبة من جالو في لقاءين سابقين، وتأتي جميع هذه المباريات قبل مواجهة فريق الاتحاد يوم 19 من أبريل الحالي في لقاء ودي يأتي ضمن احتفالات النادي بالذكرى 70 لتأسيسه. بعد أيام من الجدل، أصدر الاتحاد الليبي للكرة الطائرة قرارا بشأن اعتماد نتيجة مباراة فريقي سويحلي والاتحاد المصراتي في مسابقة كأس ليبيا لمصلحة سويحلي بثلاثة أشواط دون مقابل. وكانت المباراة التي جمعت الفريقين الجارين بمدينة مصراتة ضمن نصف نهائي الكأس بالمنطقة الوسطى قد توقفت قبل نهايتها بسبب أعمال الشغب التي قام بها جمهور الناديين الأحمر والأخضر. ووفقا لهذا القرار يكون السويحلي قد ظفر ببطاقة التأهل إلى الدور الثلاثي للمسابقة إلى جانب فريق الأهلي بنغازي من المنطقة الشرقية والفائز من لقاء المنطقة الغربية بين فريقي أساريا والجزيرة. وفي منطقة الجبل الغربي تستمر هذه الأيام تصفيات صعود الكرة الطائرة من دور الدرجة الثالثة إلى الثانية وسط أجواء متباينة في ترتيب الفرق. في دوري الكرة الطائرة وتحديدا بمنطقة الجبل الغربي، واصل فريق قصر وامس بشقيقة تحقيق نتائجه الإيجابية ليتجاوز جاره نجوم المحلة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في صالة الألعاب الرياضية بمدينة غريان. نشاط الكرة الطائرة يسير بشكل انسيابي، ولعل انتخاب رئيسه الحالي عدنان البكباك لولاية أخرى يدل على نجاح مسابقات هذه اللعبة داخل ليبيا. وبخصوص تصفيات الصعود من دوري الدرجة الثالثة إلى الثانية، تجاوز فريق صقور العلالقة فريق النجم الريفي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد تحت نطاق الاتحادات الفرعية طرابلس، المنطقة الغربية والجبل الغربي. ومن الجبل الغربي إلى بنغازي التي انطلقت فيها بقاعة اجتماعات الجامعة الدولية للطب البشري الدورة التدريبية لنيل الرخصة سي في السباحة بتنظيم من الاتحاد الفرعي بالمدينة ويشرف عليها اتحاد اللعبة والأكاديمية الأولمبية. الدورة التي يشارك فيها 15 متدربا من مختلف مدن ومناطق المنطقة الشرقية تتواصل حتى 15 من الشهر الجاري، ويتضمن برنامجها العديد من المحاضرات التي تبرز أهمية الطب الرياضي ومعايير اللاعب الأولمبي وأسس التغذية والإعداد البدني والإصابات الرياضية. تبقى لنا أن نذكركم أن المباراة المؤجلة بين بروسيا دورتموند وموناكو ستلعب اليوم في نفس التوقيت. هذا كل ما لدينا من أخبار الرياضية، عودة لك محمد. شكرا لك يا زاد. الآن جولة على درجات الحرارة في بعض المدن الليبية. Thank you.
نتوقع إلى تذكير بعناوين النشرة. الدول السبع تجدد دعمها للرئاسي وتدعو لجيش موحد. السراج: أوروبا خذلتنا ووعودها بالدعم جوفاء. تخويل رئاسة البرلمان بتشكيل اللجنة الجديدة للحوار. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع القناة الإلكترونية 218.net، ولمواكبة جديد الأخبار والعواجل بإمكانكم تصفح مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، كذلك حساب القناة على تليجرام. إلى اللقاء.